السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنعمل فكرة حلوة كتير لتوزيعات عيد الأضحى. أول إشي رح أرسم الخروف بهذا الشكل، بقص كل أجزائه. معايا فوم سادة لون بيج، رح أحدد رأس الخروف باستخدام عود الشوي بهذا الشكل. وبنفس الطريقة رح أحدد الإيدين وبقصهم. معايا فوم أبيض جليتر، رح أحدد عليه جسم الخروف وشعره وبقصهم. هلأ رح أستخدم مسدس الشمع ولزق رأس الخروف في جسمه، وبلزق الشعر كمان بنفس الطريقة. قصيت شكل وردة ورح أحط عليها خرزة بهذا الشكل، وبلزقهم على شعر الخروف. رح ألزق العيون المتحركة بهذا الشكل، وهنا حنستخدم أي نوع ألوان أو مكياج، وحنحدد خدود الخروف بهذا الشكل. هلأ رح أستخدم قلم السي دي، رح أرسم ودان الخروف وتمه، ورح أرسم كمان رموش بهذا الشكل. هلأ رح نستخدم علبة لبن، ورح أقص هاد الأطراف زي ما انتو شايفين كده. ورح ألزق فيها الخروف، بس هنا في ملاحظة إنه مسدس الشمع ما يكونش سخن كتير، لأنه العلبة بلاستيك وممكن تسيح لو كان سخن كتير. وهلأ رح أرسم على إيدين الخروف بهذا الشكل. رح ألزقهم في الخروف، رح ألزق أطراف الإيدين على العلبة بهذا الشكل. قصيت قطعة من الفوم باستخدام هذا المقص، رح ألزقها في العلبة زي ما انتو شايفين كده. وعملت كمان علبة للولاد، بس هنا حطيت فيونكة للخروف ورسمت له حواجب بدل الرموش. رح أحط قطعة من الفلين في العلبة بهذا الشكل، ورح نحط التوزيعات في العلبة. وبهيك بتكون توزيعات العيد جهزت. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، وتفعلوا جرس الإشعارات للكل حتى توصلكم كل الأفكار والفيديوهات اللي بقدمها. وكل عام وإنتوا بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.